اهلا بكم من جديد. شفنا كل اللي فات وشفنا بعظمه لسان وشفنا الرد الموثق، ووصلنا مع حضراتكم دلوقتي عند اسرار الملك، حتى ولو كان شيكابالا محمود عبد الرازق شيكابالا نجم الزمالك الكبير يا باشمهندس، واحد من اللي ورقهم مازال في درج المهندس عدلي القيعي، وقع للاهلي فعلا، جه النادي الاهلي فعلا، النادي الاهلي حداله ورق مؤكد فيها اسرار كتيره. الاول نسمع كلام شيكابالا في قناه سي بي سي، وبعد كده نشوف درج المهندس فيه ايه. رحت الاهلي وقلت لهم انا هرجع، يعني انا مش قادر، مع انك انت موقع. هم احترموا رغبتي طبعا. ورجعوا العقود. اللي سهل لك المهمه برضو انك انت الطرف اللي كنت مضيت معاه النادي الاهلي، التعامل بتفاهم كبير يعني. محترمين جدا كانوا معايا بصراحه. وتفاهموا الموضوع. وما خدش يعني وقت كبير. يعني هو يعني اتحكت القصه اكتر من مره، لكن هي بتدل لك على منهج النادي الاهلي. منهج النادي الاهلي طول ما انت عايزني انا عايزك، مش عايزني مش هنعملها يعني قصه. لان ايه اللي حصل ساعتها؟ ليس الهدف ايذاء اللاعب. هو كان راجع من اليونان. هو ما كانش راجع من اليونان. هو كان في اليونان وتالق جدا. فانا فكرت وقلت الكابتن حسن عايزينه. فكان كابتن حسن يعني مش متاكد انه هيرجع، فهو كان كلمني كابتن شيكابالا نفسه. قال لي يعني انا حابب ان انا عايز ارجع. وقتها الزمالك اثير هذا الموضوع لما ابتدى الناس تعرف انه هو بيتفاوض مع النادي الاهلي، اثير، فالزمالك طلع منه تصريحات اللي سابنا ما ناخدوش تاني. فتركيزه كان معانا الحقيقه. وهو حتى اخر مره قابلني ثلاث اربع مرات بعدين قال لي قال لا، اذا كنت انا جيت لحد عندك انت ليه قلقان يعني؟ قلت له انت لعيب يعني كبير جدا، واستحضرت تجربه الكابتن رضا عبد العال وشيكابالا، يعني هل انت متاكد انك عايز تيجي الاهلي؟ قال لي انا جيت لك اهو بقول لك عايز اجي الاهلي. فاتكلمنا ووصلنا لاتفاق، وجالنا فاكس 650 الف يورو لنادي باوك اليوناني. في الوقت ده واحنا خلاص خدنا قرار وخدنا العقود ومضلنا على العقود، وخد المقدم بتاعه ودخل قبل مانويل جيسي وحسام البدري، كان رايي انه يخش بقى بسرعه يلبس الفانيلا وينزل، واحنا بنستاذن باوك وهينزل. فالكابتن حسن كان له راي، لا استنى لما تيجي للسجن، احنا مخلصين كل حاجه، مستعجلين ليه؟ في الثلاث اربع ايام دول او اسبوع ده حصل ايه؟ اتشال رئيس مجلس اداره نادي باوك. اوبا. فالرئيس الجديد رفض. فهو كتب شيكابالا، كابتن شيكابالا كتب شكوى للاتحاد الدولي عشان يعتمد الموافقه السابقه. قبل ما يبت في الموافقه دي، كان انا فاكر كويس قوي انه يعني بلغني يوم الخميس ان هو يعني ممكن يغير اتجاهه ويروح نادي الزمالك، لان في حد سافر اليونان وكلمه من اليونان قال له انا دلوقتي رئيس النادي قاعد معايا اهو وبيقول لك اتنازل عن الشكوى عشان يدي لك الاستغناء لصالح نادي الزمالك. فهو صدقه واتنازل عن الشكوى. كان هيحكم فيها يوم الاثنين، كان ميعاد الحكم فيها يوم الاثنين، وكان غالبا لصالحه. اتنازل عن الشكوى وما جابلوش الاستغناء ولعب، وبعد كده انتوا عارفين الغرامه والايقافه. لا، الورق خده كابتن حسن كلمني اديلهم الورق بتاعه. اديهم الورق بتاعه. هو طلب كده وعملناها دي مع الاباني كده الاباني وبشير التابع، وعملناها مع بشير، لا، وكابتن جمال حمزه وحمزه الجمل وكل، وكابتن حسني عبد الرب وحسني، كل انسان وكثير من اللعيبه. من لا يرغب او لا يسعد رغم انه يبقى ماضي برغبته كل احتراف يبقى في الاهلي او يلعب في الاهلي برغبته، دي المساله. اذا مفاجاه في اليونان منعت شيكابالا من الانتقال للاهلي. دي القصه اللي حكاها لكم المهندس عدلي القيعي في كواليس هذه المرحله. وكان مانويل جوزيه رحب كتير بشيكابالا، وكان شايف ان هو لعيب كبير يقدر يستفيد منه. شيكابالا كان تطور جدا، مصمم جدا على انه ينتقل للاهلي، لكن تغيير رئيس نادي باوك
منع شيكابالا من الانتقال للأهلي وعاد إلى ناديه، وربنا يوفقه كلاعب موهوب كبير. دي كانت أسرار الملك في تمسك الأهلي بمبادئه وثوابته حتى لو كان شيكابالا. وصلنا دلوقتي إلى مجلتنا، مجلتنا مجلة الأهلي، صدرت اليوم وحنشوف ماذا فيها وماذا كان فيها من 40 سنة. النهاردة العدد اللي صادر بيحتفي بالحدث الكبير جدا امبارح في تسلم النادي الأهلي للاستاد الجديد، وبيقول المانشيت نادي القرن مش أي يافطة والسلام. الناس اللي بتتكلم أصل الأهلي حط يافطة على الملعب، اليافطة اللي بتتكلموا عليها ديت مش مجرد يافطة، دي 60 مليون جنيه في السنة. شفتوا يافطة الأهلي غالية قوي ازاي؟ 60 مليون جنيه في السنة، وحمام السباحة بتاع التربية والتعليم ونادي الأقصر وتطوير القناة وامتيازات كبيرة جدا ليافطة نادي القرن. أيضا العدد بيغطي أحداث اليوم السعيد جدا للأهلي في هذا اليوم التاريخي، وبيستمر أيضا العدد في تغطية كل الأحداث. الأهلي بعد عزل منافسيه تحدث عن مباراة الإنتاج، عن قيمة الخطيب وخالتي كيدية، دي مقالتي. الأستاذ حامد عز الدين مقالة مهمة جدا للأهلي رب يحميه. ده كان جزء أو جانب من عدد الأهلي الذي صدر اليوم. فماذا كان شكل ومضمون مجلة الأهلي نفسها من 40 سنة؟ نشوف هذا التقرير. مجلتنا قبل 40 عاما، مجلتنا منذ 40 عاما وتحديدا في عددها الذي حمل رقم 341 والصادر يوم الأربعاء في 3 سبتمبر عام 1980، كان العنوان الرئيسي للغلاف بطل الدوري يبدأ المشوار قبل 48 ساعة من الموسم الجديد، وفي عنوان آخر الأهلي بقوته الضاربة في ضيافة عروس الصعيد. وفي الصفحة الثانية رصدت المجلة الحفل الغنائي السنوي الذي أقامه النادي الأهلي احتفالا ببطولة الدوري. أحيا الحفل الفنانتان العملاقتان الأهلويتان وردة الجزائرية وشادية. وكتبت المجلة تعليقا على الحفلة تحت عنوان ليلة من ألف ليلة. الحفلة حضرها الآلاف بالأهلي وسهر معها الملايين حول أجهزة الراديو. حقا إنها ليلة لم تحدث من قبل، تألقت فيها قمتا الغناء في مصر وردة وشادية. أبدعت فيها المطربة الكبيرة شادية صوت مصر بأغنيات آخر ليلة ويا حبيبتي يا مصر. وكانت ليلة أكثر من رائعة مع يوم وليلة واسألوني وعملاقة الطرب باقة الورد وردة. وشهد الحفل موهبة موسيقية جديدة وهو الفنان عمرو طارق سليم، نجل الكابتن طارق سليم اللاعب الدولي ولاعب الأهلي السابق. وكان هناك لقاء مع الفنان الأهلوي القدير محمود شكوكو الذي قدم عدة فقرات فكاهية أطفت الكثير من المرح على مناخ الحفل. وفي صفحتها السابعة وتحت عنوان مصر كلها تشارك الأهلي أفراحه، نشرت المجلة كلمة لكمال حافظ وكيل أول النادي بعنوان كل الشكر والتقدير من الأهلي لمن ساهموا في حفله الناجح. وحقق حفل الأهلي السنوي نجاحا منقطع النظير، وبلغت الإيرادات حوالي 54,000 جنيه، وهو رقم قياسي في إيرادات الحفلات الساهرة في تاريخ الحفلات في مصر. كما حرصت المجلة على رصد مهرجان اعتزال نجم من نجوم الفريق وهو أحمد عبد الباقي بعنوان الأهلي يكرم عبد الباقي في مهرجان رياضي رائع. وتابعت مظاهرة وفاء تحيط بالنجم المعتزل. وتمنت المجلة التوفيق للنجم المعتزل واستمرار النجاح في مجال التدريب الذي اختاره كامتداد طبيعي لرحلته في الملاعب. (تصفيق)
يعني المسرح مسرح الاهلي ده وقفت عليه ام كلثوم وتقلدت وسام الكمال، ورده، شاديه، نجاه الصغيره، ياسمين الخيام في اول انطلاقه ليها واول حفله ليها كانت على حمام السباحه في النادي الاهلي. الاهلي ده هو الحضن الذي احتضن، هي دي وحياه الاهلي وافراحه، وحياه الاهلي اللي انت بدات بيه. بدا المهندس عدلي باغنيه وحياه الاهلي وافراحه وختمناها مع شاديه ورده ونعمل ومسك الختام. دمتم للاهلي دائما ودام لكم الاهلي باذن الله تعالى بطلا شامخا، وعلى خير نلتقي مساء الخميس القادم ان شاء الله، لان الاثنين اللي جاي هتستمتعوا كمان بالاستوديو التحليلي لمباراه الاهلي واسوان، وتصبحوا على الف خير. كلام بجد.